يقول والدتنا تريد أن توزع أموالها علينا ونحن أربعة من الذكور وابنة واحدة، وتقول أنتم سواء للبنت مثل الولد، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم يكن لها ورثة غير هؤلاء فلا مانع أنها توزع، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله جل وعلا بين الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين.